اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. الوداد يبدأ الاستعدادات للديربي. يدخل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم يومه الاثنين في معسكر تدريبي جماعي بعد فترة من الراحة، ويستعد فريق الوداد الرياضي لكرة القدم للمباراة التي سيواجه فيها فريق الرجاء الرياضي في الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية إنوي. وكان لعب فريق الوداد الرياضي في عطلة منحها لهم طاقم التقنية الأخير بقيادة المدرب وليد الركراكي بعد تحقيقهم للقب دوري أبطال إفريقيا الاثنين الماضي على حساب الأهلي المصري بعدما فاز عليه في مركب محمد الخامس بهدفين نظيفين من تسجيل النجم زهير المترجي. وبذلك تمكن فريق الوداد الرياضي من الظفر بالبطولة الثالثة في تاريخه من دوري أبطال إفريقيا. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.